الكيميائي الحيوي رامي السعد اسم تردد كتير الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، لكن ما نعرفش حكايته ايه. الكيميائي رامز كان بيزور صديقه العيان، وهو هناك لقي الحلاق عنده بيقصله شعره، ولأنه كيميائي حيوي ومتخصص في تحليل المعادن قرر ياخد عينة من شعر صديقه ويحلله. وبالفعل لقي خلل كبير في المعادن بعد تحليل عينة الشعر، والخلل ده هو اللي سبب له المشاكل الصحية اللي بيمر بيها. للأسف صديقه توفى قبل ما يعرف نتيجة التحليل. علشان كده الكيميائي رامز قرر ما يتأخرش على الناس أكتر من كده، وكان أول واحد دخل تحليل الشعر في الشرق الأوسط وكندا. رامز سعد متخصص في المعادن ومعتمد من جامعة المهنة الكيميائية بأونتاريو كندا، والمستشار العلمي لشركات الوقاية الصحية بكندا. اشتغل في المجال أكتر من 40 سنة ولسه مكمل. ساعد كتير من أطفال التوحد في أنهم يتواصلوا مع العالم بشكل أفضل بعد إجراء تحليل الشعر وضبط المعادن لهم على حسب بصمتهم المعدنية، وكمان ساعد كتير من المقبلين على الزواج في إجراء تحليل الشعر لتجنب أي مشكلات صحية في الخصوبة والإنجاب. كل معدن هنا لو تشوفوا شايفين اللاين ستريت، يبقى معنى ذلك ان الشغل بتاعنا 100 100. بعد كده بتبتدي تقرا كل عينه. دلوقتي هي بتعمل كاليبريشن. يعني ايه كاليبريشن؟ بتقول للمكنه احنا المعدن ده في 10 جزء في المليون. الكيميائي رامز متبني حمله دوائك في طعامك باخراج السموم من الجسم عن طريق الطعام فقط، وده عنوان الكتاب اللي هينزل قريب باذن الله. لو لسه محتاج تعرف اكتر عنه ادخل على صفحته على الفيسبوك رامز الكيمياء الحيوي، او على قناته على اليوتيوب رامز The Biochemist، او على الواتساب